مرة ثانية بنصبح عليكم من الأغوار الشمالية ومنطقة المشارع تحديدا من مقام الصحابي الجليل شرحبيل ابن حسنة. هذا المقام حظي برعاية هاشمية إعمار هاشمي منذ عهد المغفور له جلالة الحسين طيب الله ثراه وجلالة الملك عبد الله الثاني، استكمل المسيرة وكان هناك إعمار هاشمي لكل المقامات على مساحة الوطن. هذا الإعمار الهاشمي كان جزء منه إعادة بناء مسجد في هذه المنطقة، وكما هو مشاهد الآن زميل إدريس، يعني هذه الإعمار جعل مقام الصحابي الجليل يعني مركز للزيارة السياحة الدينية. من نصبح مرة ثانية على الأستاذ عادل هملان الدعجة وهو مشرف مقامات الأغوار الشمالية، ونصبح عليك مرة ثانية نقول لك الله يعطيك العافية. فيك حياكم الله مرة ثانية. يعني هذا تحدثني عن الإعمار الهاشمي بالنسبة للمقامات. الإعمار الهاشمي هذا ليس جديدا على الهاشميين، ولكن بداية أخ محمد يعني لابد أن هناك لفتة كريمة ولفتة طيبة لابد أن نشير لها. هل بلد المعطاء حاز المجد من جميع أطرافه؟ ذلك أن الله سبحانه وتعالى حبانا بقيادة هاشمية تنتسب إلى الرسول الأعظم صاحب الذكرى العظيمة، ثم أن هذا البلد شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن يكون موقعه بين قبلتين، ثم شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأرض مقدسة بحكم قربها من الأراضي المقدسة وبحكم قربها من النهر المقدس نهر الأردن. الإعمار الهاشمي كان على مر التاريخ منذ زمن المغفور له جلالة الملك الحسين رحمه الله وطيب الله ثراه، ثم استمرت مسيرة العطاء إلى خلفه جلالة الملك عبد الله بن حسين نسأل الله أن يديم ملكه. الإعمار الهاشمي هذا جاء إكراما لهؤلاء الصحابة ووفاء لما قاموا به وما قدموا من تضحيات في سبيل الدعوة إلى هذا الدين. نحن الآن بجوار الصحابي الجليل شرحبيل بن حسنة، هذا الصحابي الجليل الذي جاء إلى الأردن إبان الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام، ونحن بجوار مقام وضريح هذا الصحابي الجليل ننظر إلى هذا الإعمار الهاشمي الذي جاء على الطريقة وعلى الطراز الإسلامي. رعي في هذا المبنى أو في هذا البناء الطراز الإسلامي، حيث كما نشاهد أن هذا البناء تكثر فيه الأقواس، ثم فيه القباب الفاطمية، ثم هنالك قبة في أعلى المسجد الذي بني حديثا، ثم هنالك يوجد كثير من توابع لهذا المبنى. هنالك يعني شايفين كمان بني مسجد. نعم، المسجد هذا الذي بني يتسع ل400 مصلي تقريبا، ثم البناء بشكل عام يعني القائم مساحته ما يعادل 800 متر مربع، فيه مسجد، فيه مصلى للنساء، ثم فيه سكن للإمام، ثم فيه قاعة متعددة الأغراض، ثم فيه كافتيريا، ثم فيه ساحات خارجية. هذا المبنى خدمة زوار، يعني هذا خدمة زوار. نعم، وهذا الإعمار الهاشمي ساهم كثيرا في زيادة أعداد الزوار. ثم ننطلق إلى الشمال قليلا على بعد ما يقارب من 10 كيلومتر، هناك أيضا مقام الصحابي الجليل عامر بن أبي وقاص، وكذلك رعي فيه كما رعي في هذا المقام أن البناء كان على النمط الإسلامي. هذا البناء بناء مقام سيدنا عامر بن أبي وقاص، كذلك تكثر فيه الأقبية والأقواس التي كانت على الطراز الإسلامي، وفيه قاعة متعددة الأغراض، وفيه سكن للإمام، وفيه أيضا مصلى للنساء. بدنا ندخل يعني على مقام الصحابي الجليل ضريح شرحبيل بن حسنة حتى نحكي عن تاريخ هذا الصحابي الجليل من هذا الموقع. تحدثني يعني الصحابي الجليل شرحبيل بن حسنة كان من القادة المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكي لي عن تاريخ هذا الصحابي. الصحابي الجليل كما هو معروف هو من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من السباقين للإسلام، وكان من قادة الفتح الإسلامي الذين جاءوا إلى منطقة بلاد الشام إبان الفتح الإسلامي. وسيدنا شرحبيل بن حسنة يلقب بفاتح الأردن، ذلك أنه عندما احتدمت معركة فحل كان له الفضل بمن من الله سبحانه وتعالى أن أوقف المد الرومي أو الرومان إلى بلاد الشام، وكان ذلك بعد منطقة أو بعد معركة فحل. هذا القائد العظيم له الفضل أنه يسمى بفاتح الأردن، ونحن بجوار ضريحه رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل
إلى مقام الصحابي الجليل معاذ بن جبل في منطقة الشون الشمالية، والتي سميت فيما بعد منطقة معاذ بن جبل نسبة إلى هذا الصحابي الجليل ووفاء له. معاذ بن جبل، احنا بالتأكيد يعني أستاذ عادل، يعني الإعمار الهاشمي شمل كل مقامات الصحابة على امتداد الوطن، وكان هذا دليل على اهتمام وفاء لهؤلاء الرجال الذين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. مننا نقول لك الله يعطيك العافية، ونترككم هذه اللقطات لهذا المقام في منطقة المشارع لمقام شرحبيل ابن حسنة.